استقبل فريق شباب الثورة في مباراة كبيرة نظرا لأهميتها بالنسبة للفريقين، فشباب الثورة لم يضمن بعد الصعود، وأولمبي المدية لم يفقد الأمل في الظفر بالتأشيرة، لكن أبناء الثورة هم الذين افتتحوا باب التسجيل عن طريق بن جيلاني بهذه التسديدة القوية. هدف مفيد من الناحية المعنوية وأعطى دفعا كبيرا لهذا الفريق الزائر، بينما صعب من مهمة أولمبي المدية الذي حاول بكل الطرق العودة قبل نهاية المرحلة الأولى، لكن استماتة الشباب صنعت الفارق خلال المرحلة الأولى. في الشوط الثاني نفس السيناريو يتكرر، فريق يهاجم ويرمي بكل ثقله في الهجوم، وفريق آخر يدافع بكل الطرق، وهنا لمس باليد داخل منطقة العمليات، لكن الحكم لم يعلن عن ضربة جزاء لصالح أولمبي المدية. الشباب الثوري كان قادرا على قتل المباراة بهذه الكرة، لكن براعة الحارس أنقذت الموقف. أولمبي المدية رغم ذلك لم يفقد الأمل، فتوالت الهجمات والتسديدات، والحظ هنا لم يكن إلى جانب أبناء الأطرش. رغبة أولمبي المدية في تعديل النتيجة تكللت بضربة جزاء في اللحظة الأخيرة من المباراة. في التنفيذ كان دروكدال، والنتيجة أصبحت هدف مقابل هدف، وهي نتيجة المباراة ككل. أولمبي المدية بنقطة وشباب الثورة